خبر اهو، ضرب على الفلوس كلها وهرب ابن اللذين. يا نصيبتي يا نصيبتي، هرب يعني الفلوس كلها راحت خلاص؟ لا، لما يقبضوا عليه هيبقى يرجعها بقى. افرض ما قبضوش عليه، افرض فضل هربان، انت هتعمل ايه؟ معرفش بقى ماما، احمدي ربنا انه ما خدش 20,000، كان زمانه ضرب عليهم هما كمان. طب ال 30,000 انا دول هجيبهم منين؟ يا ماما، هو انت سالفه فلوس من حد غريب؟ اختك ودلوقتي تستنى عليكي كده لحد ما تبيعي الورث. خلاص ما بقاش فيه ورث، بقى في محاكم وقضايا وحليني بقى. بعدين انا لو كنت شفت حاجه انا كنت بعتها من الاول. طب الحاج ما يساعدش في حاجه؟ ودي جبها له ازاي دي بقى؟ معرفش يا ماما، تصرفي قولي له اي حاجه. مفيش غيرها، اختك مسك بقى تقولها له بطريقتها، وربنا يستر اول ما يعرف ما يطلعش على دماغنا كلنا. ربنا يستر. ايه اللي بتقوليه ده يا مسك؟ ازاي تهاني تعمل كده؟ معلش، هي عارفه ان هي غلطت، بس هي خايفه تيجي تقول لك. غلطت؟ دي سلسله من الجرائم وانتهت بكارثه. طب ممكن نهدى بس عشان نعرف نحل؟ نحل ايه؟ هي مشكله صغيره، دي جريمه ما يتسكتش عليها. طب هما غلطوا واحنا عارفين، ممكن تهدى انت عشان صحتك؟ هديت كتير وسكت كتير لغايه ما باظت ومسخت. الست هاني ورايحه تعمل كل ده من ورا ظهري، والولد عايز يسيب تعليمه ويروح يشتغل بره، وانت قاعد تدافع عنهم وتقولي لي اهدى؟ اهدى ازاي؟ بابا لا استنى. بابا لا استنى بس. ولد يا رامز ممكن تسمعني؟ بابا اسمعني بس. طيب رامز اسمعني بس. ايوه بابا. هي دي الرجوله؟ رايح تخلي امك تستلف لك فلوس عشان تسافر بره؟ كنت هسافر على فكره، بس اتنصب عليا، ومش انا لوحدي، انا وشباب كتير. عشان مغفلين، رايحين تتمرمطوا بره وتشفوا التراب بدل ما تعملوا حاجه عادله هنا. انت فاكر بقى بالكلمتين دول هتغير الكون وتصلح نظام العالم؟ رامز اتكلم عادل. اصل بابا فاكر الدنيا زي زمان، فاكر ان الواحد بياخد قيمته من علمه واخلاقه، ما يعرفش ان النهارده معاك قرش يبقى تساوي قرش. طب بتروح تتاجر في المخدرات ولا في السلاح؟ يا ريت والله، بس انت اللي علمتني ان السكه دي غلط. يا مش عاجبك الكلام اطلع بره. ما بلاش الكلام الكبير ده يا حاج، كلام ما يملاش العقول ولا يملى الجيوب. اللي انت بتقوله ده في حد يكلم بابا كده؟ خد شنطتك. استني بس يا مسكي، خليني اتكلم واطلع كل اللي جوايا. كلامك وشعراتك دول يا حاج هم اللي ودونا في داهيه، هم اللي جابونا ورا وخلونا مش عارفين نعيش حياه محترمه. قعدت تحشيهم في دماغنا من واحنا عيال صغيره لحد ما كبرنا ونزلنا الشارع، ولقينا الكلام ده كله هوكس، هوا. كنت بتصبر بس بيه نفسك عشان مش عارف تعمل قرشين، ودلوقتي لسه بتقول نفس الكلام عشان مش عارف تواجه نفسك انك ضيعت نفسك وضيعتنا معاك. لا عملت القرشين ولا عملت لنا مستقبلنا، وكمان جاي دلوقتي مش عاجبك اللي احنا بنعمله. يا اخي حرام عليك. كفايه بقى، كفايه. خش شنطتك بقى.